وللمزيد من النقاش حول تردي واقع الخدمات في ظل موازنات انفجارية وأسباب ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الموقرة. مساء الخير دكتور. لجنة الخدمات النيابية أقرت بوجود عجز في تقديم الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية، المحافظات في المقابل تشتكي المخصصات، رغم أن الحكومة أقرت موازنة أكبر من موازنة العام الماضي. كيف يمكن تفسير هذا العجز الواضح في الخدمات المقدمة؟ العجز الواضح هو مشكلة الفساد المستشري في العراق. يجب علينا أن نقضي على هذا الفساد، لأنه أنت مهما تضخ من أموال في الموازنة من أجل كهرباء أو من أجل مشاريع أخرى، لكن الفساد سوف يأخذ حصته الكبيرة من هذه الموازنة. ولذلك ترى العجز في مسألة تنفيذ المشاريع، في مسألة كذلك الاستثمارات في هذه المشاريع، وإنما بالعكس ترى أنه الحصة التشغيلية من هذه الموازنة هي أكبر بكثير من حصة الموازنة الاستثمارية. لذلك سوف ترى هذا الفرق، وهذا الفرق سوف يستمر إذا لم نجد حلا جذريا لهذه المشكلة. نعم نعم، ما هو الحل الجذري؟ كيف يمكن أن يوجد الحل الجذري بعد كل هذه السنوات الطويلة؟ أنا متفق معك، الحل الجذري هو بالدرجة الأولى القضاء على الفساد. لماذا؟ لأنه هذه الوزارات الخدمية تابعة لأحزاب، وهذه الأحزاب تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى وليس عن مصلحة الشعب العراقي والمواطن العراقي. لذلك ترى أن مشكلة الكهرباء أكثر من 20 سنة لم تحل لحد الآن، يعني هذه مسألة مستشرية وجذرية ومريضة داخل الاقتصاد الوطني العراقي. علينا أن نقضي على الفساد بالدرجة الأولى، ومن ثم سوف ترى أنه جميع هذه المشاريع سوف تنجح. نعم نعم. طيب دكتور، أحد النواب أكد أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها اليوم تتم وفق الدفع المؤجل، والسؤال هنا لماذا يتعاقد السوداني أو الحكومة مع الشركات وفق هذا النهج، والذي سيكلف الحكومة والبلد أضعافا مضاعفة من الموازنة والقيمة الحقيقية؟ طبعا أنا متفق معك هذا خطأ، لكن لو نبحث عن السبب، السبب أنه مصلحة هذه الجهات من أجل الحصول على نسب معينة كوميشن قبل أن يجري التوقيع على العقد. لذلك الدفع الآجل سوف يساعد على الحصول على نسبة كبيرة من الأموال المخصصة لهذه المشاريع. نعم. طيب، في المقابل هيئة النزاهة النيابية، وهي هيئة من المفترض أن لها دور كبير، تكشف في تقرير لها عن فشل الوزارات في أداء عملها. والسبب تقول في الهيئة في تقريرها هو المحاصصة التي جاءت بوزراء فاسدين وفاشلين بعيدا عن الكفاءة والمهنية في الحكومات بشكل عام. حتى متى يعني، حتى لو كان هناك محاصصة، فما الذي يمنع الحزب أو التيار أيا كان أن يعطي أفضل ما لديه للحكومة وللشعب؟ المشكلة أنه الفئات هذه التي تسيطر على إدارة هذه الأحزاب فئات تهمها بالدرجة الأولى مصلحتها المادية، يعني الحصول على أموال داخلها، ولا يهمها مسألة الإتيان بعناصر كفوءة. نعم توجد عناصر كفوءة بالعراق، لكن لم تعطى المجال للعمل. ومنذ البداية حتى لو أخذوا هذه العناصر الكفوءة للعمل في هذه الوزارات من أجل حل مشاكل الكهرباء والغاز وإلى آخره، سوف يقومون بمساومتهم والاتفاق معهم أنه عليك أن تعمل كذا وكذا وكذا، وإلا سوف لا نأخذك في العمل معنا. يعني معنى ذلك الفساد هو الطامة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني العراقي في جميع مفاصله وفي جميع قطاعاته. نعم نعم.
الفساد الذي تتكلم عنه جعل دكتور سناء دولة نفطية موازنتها مليارية، في المقابل مواطنون يشتكون من سوء الخدمات في مختلف القطاعات، هذا ما تسبب فيه الفساد، وهذه معادلة صعبة للغاية في الحقيقة ولا يمكن استيعابها. برأيك كيف تؤثر على المواطنين العراقيين يوما بعد آخر وموسما بعد موسم وعاما بعد عام؟ تؤثر على المواطن العراقي، على نفسيته، تعمل على الإحباط. يعني المواطن العراقي محبط، ولكن هذا الإحباط سوف لا يستمر، يعني سوف يأتي زمن وتقوم الانتفاضات كما كانت انتفاضة تشرين 2019، والآن ترى أنه هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات في مدن كثيرة من جنوب العراق ووسط العراق كلها تعطي إشارة أنه يا حكومة عليك أن تجدي حلا لهذه المشاكل، وإلا سوف يأتي زمن لا يمكن للشعب العراقي أن يسامحكم على هذه الأخطاء الكبيرة. نعم. هل تعتقد بأن الحكومة في وضعها الحالي قادرة على ذلك، أم الأمر يحتاج إلى حكومة منتخبة حقيقية وحكومة تمثل الشعب العراقي بعيدا عن المحاصصة والطائفية الموجودة؟ بدون شك أن الطامة الكبرى في العراق هي وجود نظام المحاصصة الطائفية المقيتة، والتي سيطرت منذ العام 2003 ولحد الآن على جميع مفاصل الاقتصاد الوطني العراقي، على جميع مفاصل الدولة العراقية. لذلك ترى أنه الدولة العراقية غارقة إلى حد أذنيها في هذا الفساد. نعم. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي العراقي دكتور سناء عبد القادر، كنت معنا عبر سكايب من أوسلو.